بس احكي لك بقى اللي حصل. انا جالي ورق كان اعمالي، وقبل ما اقرا الورق كنت متردد، لان معظم الافلام عن المبتدئين تحط الفوكس على واحد بريطاني او امريكاني بيساعد اللاجئين يوروهم حياه حلوه وجميله ومش عارف ايه، هو البطل. بن شارك ده حاطط الفوكس على عمر، هو اللي بياخد القرار، هو عنده الباور، هو اللي عامل الديسيجن. بس كمان هو ما كانش عايز يسيب بلده برضه. دي كانت الفكره برضه اللي عجبتني جدا في الفيلم، ان احنا بنفكر الناس ان سوريا دي كانت بلد عظيمه جدا واحلى بكتير من اي بلد في اوروبا يعني. احنا عايزين نفكر الناس برضه ان احنا ك الشرق الاوسط يعني احنا مش عايزين ناخد مكان اي حد. احنا بلدنا مصر دي يعني it's richer in culture than any other country. فاحنا مع يعني برضو دي حاجه، دي كانت خطه مهمه جدا بانت في الفيلم في السيناريو. اول مره قاعد واضحك في السيناريو بصراحه، لان عارف يجيب بيطلع الشعور العربي فعلا. احنا قابلنا قعدت مع لاجئين مره في الاسبوع، والحاجه اللي لاحظتها برضو ان احنا كعرب بنضحك حتى في الحاجات اللي سلبي، الحاجات السيئه والحاجات الصعبه بنضحك على الحصر. بالظبط. فدي ميكانيزم لينا ان احنا نطلع من المود. فبرضو كانت موجوده في الفيلم ودراما على ده مع في الكواليس. بس برضو يعني مهما انا عملت ومهما يعني كان صعب، كان اصعب حاجه انا عملتها واتعذبت في الفيلم، عمري ما هيبقى يعني درجه من يعني هيبقى درجه من اللي هم فعلا الواقع يعني. فانا مش هقول ان انا يعني حتى لو كان صعب وكل حاجه، انا برضو ممثل يعني. وانا قدام يعني بفكر نفس ده، وانا بقعد مع يعني مع اصحابي يعني هم كانوا مروا الجيرني. وبس طبعا كنت بعزف العود، وده طبعا بياخد 7 سنين. انت اتعلمته صحيح في وقت في شهرين؟ ده حاجه صعبه جدا، بس البركه في خيام علامي هو موسيقي عراقي بيقعد معايا 4 مرات في الاسبوع. وبس انا كنت قلقان وهو كان ساعات مش كان مشد في شعره، بس الحمد لله في شوت كده ما قدرش اهرب منه، وبان قال لي اتمرن هنسيبه لاخر شوت التصوير. بس احنا لازم نجيب، لو انت مش مقنع في المشهد ده خلاص الفيلم ده هيقع. فبس مرنت كل يوم حتى بعد التصوير، خلص التصوير برجع بقى اتمرن ساعتين ونص مع خيام على السكايب. بس وبرده الجزيرة دي اسمها يوست دي فيها حوالي 2000 شخص، عاملة صحراء 2000 شخص في الجزيرة دي. اتس ناثينج يعني، في بقر اكتر من بني ادم يعني. ومفيش شبكة واي، مفيش سجن خالص. بقى قاعد انت وحدك كده قبل الكوفيد بقى isolation مش سامع اي حاجه ولا هتقدر تكلم حد، كئيبه يعني بتبقى كئيبه. بس هم الناس متعودين على كده هناك. بس انت عشان انا عايش مش متعود على ده. فبس ده ساعدني برضه. وانا اتغيرت بصراحه من التجربه دي، اتغيرت من كمان من عندك حسيت ان برضه ان احنا كبني ادمين مش محتاجين كتير في الحاجات دي والله. عشان نوصل لحاجة احنا عايزين.